السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، تحياتي لجميع متتبعين الإخوان. وبهذه المناسبة كان تعازينا الحارة ليلى أوف الأخت ديالنا والصديقة ديالنا اللي عزيزة وغالية، الله يرحم الأم ديالها ويوسع عليها ويرحم أمي وأم جميع المسلمين والمسلمات يا ربي، ويغفر لها في هذا النار الله يثبتها على السؤال يا ربي. ونتمنى من الإخوان كاملين يدعوا لها بالرحمة الأم ديال ليلى أوف والأمهات أجمعين يا ربي. واليوم راه درت شي خريجة، رصبت عندنا واحد الشيوة زوينة اليوم راه الغمام. حاليا ندوز حدا الجيران ديال والماس، ندير واحد الجولة، مازال ان شاء الله امطار خير كما كتشوفوا. خليكم معايا ممكن تشوفوا الاخوان، هذا هو التيران ديال والماس. الله يرحمنا الله يرحمنا يا ربي. هذه هي الثانوية محمد ناصر والماس بشرق رينا. كنا الاخوان والله كنا كنقراو، كان هاد البلاصه ما كانش الكودرون كاع، كانت هادي كلها فرع. عرفتي نهار كتكون الشتا راه الا ما عندكش البط باش تقطع الثانويه راه الحمد لله تقدت الامور. كنا كنجيو كنا كنتكرفصوا في الشي هنايا، كانت هادي البلاصه كامله ماشي غا حفاري الكلاتي هنايا بشرق رينا هنايا. وفي الثانوية ديال محمد السادس ديال الفوق، هذا هو الملعب الكبير ديال والماس. هنا فين كي هو الطرق، أجواء باقة إن شاء الله، أجواء ديال الأمطار إن شاء الله. بالملعب تبارك الله، شوفوا الاخوة كاين فيه بوكس، كاين مسبح ملي، كاين فيه بزاف ديال الحوايج، كاين لوطيل، كاين جي ملهي حتى هو. المهم بصراحة شي حاجة يا سلام. القاعة ديال الرياضيات، ما شاء الله تبارك الرحمن. داك هو الوطيل اللي من لهيه ديال القاعة، وكاين الملح ديال المسبح. دابا نوريه لكم يا اخواني. الشريطة كتشوفوا العود اللي كاين تما، الاربور صراحة شي حاجة رائعة. الناس هو المس كما كتشوفوا، انا راه غادي نطريق حتى المحطة ديال بوكشمير فوق، محطة كبيرة. الله يرحمنا يا ربي، ان شاء الله ترحمنا يا ربي. أجواء ما شاء الله، باقي إن شاء الله الشتا جاية إن شاء الله. نتمنى هاد العام
من ربي سبحانه وتعالى يكون عام زين فرحة من المغاربة تقل الصورة على الناس دراهوش. إن شاء الله هذا هو الحمام يا أخواني، أنا خدام، نتمنى ترجع المياه إلى مجاريها يا ربي. ديال المحطة ديال وقشمير والماس، هاديك راه هي المحطة ديال وقشمير. ديال المحطة ديال وقشمير يا إخوان، أجواء غائبة. نتمنى يعجبكم هاد الجو يا إخواني إن شاء الله. شوف الاخوان التيران ديال والماس، والله هذه الوجهه ديال التيران الاخر للاسف مده عام وهو هكا مازال ما تصيبش لمده عام يا اخواني. هذا شي حاجه كتضر في القلب والله. اكثر من عام تقريبا ما خدامش هاد التيران وما قال كيصايبو فيه، الله يهدي مخلص. دي الوجهة ديال التيران مازال ما تقعد. الله يرحمنا يا